السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج توضيح، علي هناك بعض الأشياء التي كان علينا أن ندمجها في مكونات غذائية، ولكن لا يمكن أن تكون هذه من جملة المكونات الغذائية، لأن على الأقل نوضح حقيقة هذه الأشياء وهي تعتبر من المضافات الغذائية. نتكلم في هذه الحلقة عن مكون الأوليسترا، وهذا المكون الأوليسترا هو واحد دهن سائل اصطناعي 100% لا يوجد في الطبيعة، وأن الدهون التي توجد في الطبيعة هي غليسيرول مع حمضيات دهنية، طبعا ثلاث حمضيات دهنية مع جزيئات الغليسيرول كتعطي تريغليسيرايد، وهي الدهون الطبيعية التي توجد في الطبيعة. أما الأوليسترا فهي حمضيات دهنية، يعني تثبت على جزيئات السكروز، هذا سكروز، السكروز هو سكر المطبخ هذا الذي نضعه في الشاي، فهذه الجزيئة تثبت وهي لا توجد في الطبيعة، وهي جزيئة كبيرة الحجم بمعنى أنها لا تهضم ولا تحل، يعني لا تحلل بالأنزيمات هذه الليبيز، لأنها يعني تدخل للجسم وتخرج يعني وترمى. وهذه الأوليسترا هي ممنوعة تقريبا في كل الدول، يعني المنظومة الأوروبية تمنع الأوليسترا، اليابان كذلك، كثير من دول أستراليا إلى آخره، هذه دول تمنع الأوليسترا ولكن مسموح بها في الولايات المتحدة فقط. فعلي إخوان اللي كيعيشوا في الولايات المتحدة يعرفوا بأن هذه مصنفة من الدايت، يعني المكونات التي لا تعطي طاقة. طبعا جميع المكونات التي لا تهضم لا تعطي طاقة، يعني تكلمنا على الأسبارتيم، تكلمنا على الأزيسلفان بوتاسيوم، تكلمنا على السايكلامايت، تكلمنا على التوماتين، السكرالوز، هذا يعني السويتنرز، السكريات الكيماوية المصنوعة، يعني الإنسان هو الذي صنعها، لا توجد في الطبيعة، هذه أشياء لا توجد في الطبيعة بمعنى أن الجسم لا يعرفها، ليس لديه أنزيمات كي يحللها، لأن الجسم لديه أنزيمات تحلل الأشياء التي خلق الله في الطبيعة من سكريات، من بروتينات، من دهون، من كل شيء هذه التي يحللها الجسم، ولكن هذه الأشياء التي صنعها الإنسان هي التمثيل الكيماوي، يعني الكيميكال سانتيزيس، وهذه المكونات هذه هي مكونات كيماوية 100% من صناعة الإنسان. وهي لماذا صنعوها؟ صنعوها كمكون لا يهضم بمعنى لكي لا يعطي طاقة، أشخاص اللي عندهم زيادة الوزن، أشخاص اللي عندهم مشاكل مع الكالوريات. وكانت في وقت ما أن يعني الصناعة بدأت يعني تصنع هذه المكونات التي لا تعطي طاقة، وهي مكونات لا تهضم، لا تعطي طاقة. جميع الدايت هذه والله وزيرو كالوريات، الأشياء هذه كلها تكلمنا عليها، هذه أشياء هذه مصنعة كيماويا لا توجد في الطبيعة بمعنى أن تدخل الجسم وتخرج، إذا تحللت فتعطي أشياء خطيرة، يعني تحلل هذه المواد يعطي أشياء خطيرة. وهذا يعني هذا الأوليسترا هي جزيئة كبيرة بمعنى أنها لا يعني تذيب الفيتامينات وتذيب الأملاح في يعني في الجهاز الهضمي، وتضيع الفيتامينات التي تذوب في المواد الدسمة مثل الفيتامين إي، فيتامين كي، وفيتامين دي، يعني هذه الفيتامينات هذه التي تذوب في الدهون اللي هي التوكوفيرول، اللي هي الفيتامين كي، اللي هي فيتامين دي، هذه تضيع 100% لأنها تذوب في هذه الأوليسترا. هي الأوليسترا معروف عليها أنها تخفض الكالسيوم في الجسم، وبأنها يعني تخفض كذلك امتصاص هذه الفيتامينات، هي تضيع الفيتامينات 100%. وهذه الأوليسترا هي التي تتسبب فيما يسمى بالأنجليزية الفيكول ليك، هذه يعني الفيكول ليك معناه أن هناك سيلان، هناك يعني هذه مواد برازية يعني قد تخرج من الإنسان بدون أن يشعر، تكون عند الأطفال، تكون عند عليين، عند الأشخاص المسنين، يعني باحثين عليين، هناك أبحاث يعني أجريت الباحثين ونحن منهم، ما يقول الشخص أين يعني ريفرنس، نحن ريفرنس، يعني هذه المرجع هو نحن المرجع، نحن كذلك باحثين. فهذه الأشياء يعني من السبعينات والثمانينيات هي علينا، هذه الأشياء هي الصناعة اللي تقدمت بكثرة في السبعينيات، بين السبعينيات هي فين كان يعني أكبر عدد تمثيل كيماوي تقريبا هو فين كان هذه، والصناعات الغذائية يعني اعتمدت على هذه الأشياء بزعم زيرو كالوري، بزعم دايت لايت، وجميع الناس اللي كي يأخذوا مكونات دايت أو لايت اللي كنسميوها لايت، هذه المكونات فليعلموا أن هذه الأشياء هذه لا توجد في الطبيعة، بمعنى لا تهضم، بمعنى الجسم لا يعرفها، بمعنى لا يمكن ألا تخرب الجسم من الداخل، يعني باش لكي نعطيها أشياء بسيطة في يعني في التفسير، أشياء فيزيولوجية والميتابوليك استقلابية في الأيض داخل الجسم، وكيف الجزيئات وكيف الأنزيمات يعني تحلل هذه الجزيئات، وكيف تمتص على مستوى القولون على الخلايا البيطاء للقولون، هذه أشياء، هذه دروس يعني تدرس في الجامعات وليس للناس، الناس يجب أن نعطيهم معلومات مبسطة،
وهذه المعلومات يعني لا يعني علي، هناك اشخاص يعني نحن تكلمنا على الاغنوطولوجي، علم الكذب وعلم التشكيك وعلم الجهل، تكلمنا على الاغنوطولوجي ان كل الاشياء الان ستصبح اغنوطولوجي، يعني اي حقيقه ثابته سيشككون فيها، حتى وجود الكون سيشككون حتى في وجود الكون. فهذا الاوليسترا هو معروف، هذا الدهن يستعمل في كثير من المكونات الغذائيه يعني في الولايات المتحدة على الخصوص، ولكن لا نقول الولايات المتحدة هكذا، ولكن كل الصناعات الآن في الدول التي ليست لها قوانين من دول العالم الثالث ومن الدول المشرق العربي والمغرب العربي، هذه الدول ليست لديها قوانين، قوانينها هي قوانين مستوردة، نحن نعتمد إما على الكوديكس أليمونتاريس وإما على هذه المسائل هذه، ولكن ليست لدينا قوانيننا نحن. يعني لما نقول اليابانيين يمنعوا شيء فهو قانون ياباني، أما لا يمكن أن نجد مثلا المغرب يمنع أو الجزائر تمنع أو العربية السعودية تمنع أو مصر، لا نجده ولن نجده، لأن لهذه الدول ليست لديها قوانين أصلا، ولذلك نعتمد على مسموح به دوليا أو إلى آخره هكذا، كي علي كي نخفي الشمس بالغربال. فهذه الأوليسترا من الأشياء السنتيتيك 100% لا توجد في الطبيعة، تتسبب في مشاكل على مستوى الجهاز الهضمي. الأشخاص اللي عندهم هذه الفكرة الليكين، هذه الفكرة ليك، هذه على الأقل يعرفوا هذا الشيء، الناس اللي عندهم هذا يعني هذه الأشياء التي تخرج من الجسم بدون أن يشعروا، الأشياء التي يعني بدون شعورها قد يجدون يعني شرف الله وقدركم بعض الأشياء يعني تلطخ ملابس داخلية هكذا الشيء، فهذه أشياء عادية. لأن لماذا؟ لأن الأوليسترا هو ليبريكانت، يعني هو طبعا دهون، وهذه الدهون تخلي هذه الأشياء هذه تخرج من الجسم هكذا بدون شيء، وها من جملة العلين الأشياء، يعني هناك أشياء أخرى مثل مثلا خفض الفيتامينات وخفض الكالسيوم، هو المشكل الآن نحن نريد أن 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 يستفيد الناس من الفيتامينات، هما الفيتامينات ناقصين في المواد الغذائية، فإذا أخذناهم مع هذا المشكل ديال الأوليسترا هذه ماشي، هذه الأوليسترا هي اللي كيعملوها في الكريسبس هذه لي شيبس، وهي البطاطس هذه المقلية في الزيت صناعية، وكذلك حتى في الدور هي التي يطبخون بها جميع الأشياء التي يجب أن لا يكون فيها دهون تهضم، يعني بمعنى لايت هذه التي لا تعطي طاقات. وكما توجد في البيكين هذو، يعني الأشياء هذه المخبوزة، يعني هذه الخبائز توجد في الأشياء هذه المقلية في الزيت، توجد في كثير من الأشياء، ومع الأسف الأشياء التي يتناولها الأطفال مع الأسف، وقد توجد كذلك في بعض النقانق، يعني هذه اللانش ميتس قد توجد في بعض أنواع النقانق، وقد توجد في المارغرينات، وقد توجد كذلك في بعض أنواع الأجبان هذه الأوليسترا. فهذه المواد المصنعة، الأوليسترا توجد في المواد المصنعة، هي لا تباع هكذا يعني الأوليسترا، إنما تباع للصنع وليس لهذا الاستهلاك. فهذا المكون الأوليسترا هذا هو دهن صناعي 100%، ونحن نوضح للناس ما هو، ويجب أن فالمستهلك له الحق في معرفة المعلومة، هذا حق مدني، هذا حق طبيعي، حق الطبيعي المستهلك، حقه الطبيعي أن يعلم الأشياء التي يشتريها يعني بماله والتي ربما تضر صحته. فطبعا يعني بما أن هناك دول قانون أوروبي وقانون ياباني وبعض الدول التي تمنع هذا المكون، وبأن مسموح فيها المكون مسموح في الدولة التي صنعتها طبعا، يعني مثلا فرغ منها، فأنا يعني نحن نخشى على هذه الدول التي قوانينها هشة أو التي ليست لها قوانين أصلا، أن تدخل جميع المنتوجات من الدول التي تمنع للدول التي تسمح، وهذا هو المشكل الآن اللي حاصلين فيه. حماية المستهلك الآن يعني تصطدم بهذه الأشياء، يعني لما نقول بأن هذا الشيء بأنه يضر الجسم، فالصانع يقول لك إنه مسموح به، يعني السوربيت مسموح بها، والبي اتش تي مسموح بها، والأكريلاميد مسموح بها، يعني الأسبارتام مسموح بها، المونوسوديوم جلوتامات مسموح بها، والأوليسترا مسموح بها، والبروميناتد هذو البروميناتد والفيجيتال اويلز هذو اللي كيتعملوا في الخبز مسموح به، والبليتشين مسموح به، يعني كل شيء مسموح به طبعا مسموح به هذه. فهذه الأشياء يعني نحن في المؤتمر الأخير حول الحلال، حول المنتوجات الحلال، فحذرنا يعني القوانين، وحذرنا حتى هذا الذين يتكلفون بشهادات الحلال، الذين يعني يعطونا شهادات الحلال، حذرناهم بعض المنتوجات لأنهم يركزون على الخنزير وعن الحيوانات الغير مذبوحة، ولكن هناك أشياء مصنوعة لا توجد في الطبيعة، وكل ما يوجد في الطبيعة فهو يوضع مع الأشياء التي يجب أن لا تقبل في تغذية الإنسان، فيجب أن يرقى شيئا ما هذا يعني هذا الحلال والحرام، يجب أن يرقى إلى درجة أكبر من العلوم، أما إذا بقي تحت العلوم فلن يكون هناك، يعني لأن تكلمنا عن صناعات الحلال وليس الحلال، الصناعات الحلال يعني المنتوجات التي تأتي من الصناعة وليس التي تأتي من الذبح أو من هذه الأشياء. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.